بسم الله الرحمن الرحيم. مناسبة جايتكس اليوم أطلقنا النسخة الثانية المحدثة لبرنامج السوق. كان الهدف الأساس من إطلاق برنامج الذكي لسوق أبوظبي جاء توفير جميع المعلومات الخاصة للتداولات للمساهمين في جدهم في مكان واحد في منطقة واحدة في برنامج مخصص. النسخة الثانية الجديدة اللي تم تحديثها حاليا من البرنامج هي توفير البيانات المالية للشركات، فأصبح لدى المستثمر حاليا جميع التداولات للشركة المساهمة العامة بالإضافة إلى بياناتها المالية. بالإضافة إلى هذه أضفنا عدة ميزات خاصة لهالبرنامج اللي هي ماب، فعند المستثمر بنفسه يقدر يطالع حركة السوق أو الشركات اللي تم التداول عليها بدون ما الرجوع إلى الأوردر بوك نفسه. البيانات المالية المميزة هنا أنك عندك تقدر تقارن بين عدة أشياء، بين عدة شركتين، فبين الشركات الشركة المدرجة البيانات المالية الموجودة على الربع. عندك الوقت، تقدر تختار الوقت اللي تريد وقت المقارنة للشركات، وتقدر تشوف على بيانات المقارنة بين شركتين أو أكثر. السوشيال ميديا يبين لك جميع الأخبار أو المعلومات اللي تم بعث من السوق على جميع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، قنوات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الأخبار المتوفرة أو الديسكلوجر اللي يطلع من الشركات.